الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شيل في العراق والإمارات علي الجنابي إن خطط مشروع شيل المشترك للحصول على غاز العراق لتكثيف عملياته تتوقف على 3 حقول نفط جنوبية يصل مستوى إنتاجها إلى الذروة. أضاف الجنابي أنه بموجب العقد المبرم مع الحكومة في بغداد فإنه من المفترض أن تزيد شركة غاز البصرة من قدرة معالجة الغاز الحالية من حوالي 1 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 2 ملياري قدم مكعب عن طريق معالجة الغاز من غرب القرنة واحد والرميلة والزبيرة. قال رئيس قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة النجف أمير الحداد إن الآفات التي تصيب غابات نخيل المحافظة وأهمها الدوباس والحميرة وسوسة النخيل الحمراء تؤثر سلبا في إنتاجها من التمور بنسبة تتجاوز 50%. أكد الحداد أن الأعوام الأخيرة شهدت تجريفا للكثير من بساتين النخيل المنتجة في المحافظة وتحويلها إلى أراض سكنية أو تجارية، مطالبا بتطبيق القانون بقوة لمنع ذلك، إضافة إلى تشريع قوانين تشجع الفلاح على الاهتمام بالنخيل وإنشاء معامل تعليب أو إنشاء معامل تعليب لتعبئة التمور وفتح منافذ للتسويق والتصدير. كشفت هيئة النزاهة في حكومة بغداد بتورط مقام قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين محمود خلف أحمد بقضايا فساد وهدر للمال العام. وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق عن تورط عدد من المسؤولين الحكوميين في محافظة صلاح الدين بينهم المحافظ بمخالفات وهدر للمال العام على خلفية قضايا ابتزاز وتلقي مبالغ مالية من المقاولين. وبحسب منظمة الشفافية الدولية يعد العراق من أكثر الدول فسادا على مدى السنوات الماضية، حيث قوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من عائدات النفط. تتزايد المؤشرات التي تدل على اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، حيث قال رئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن الركود في الولايات المتحدة يبدو مرجحا في المستقبل القريب. بدوره أكد الخبير الاقتصادي المشهور نوريجيل روبيني إن مقاييس ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة ونشاط التصنيع والإسكان تتباطأ جميعها بشكل حاد في حين أن التضخم مرتفع. رأى بنك جولدمان سايكس أن هناك فرصة بنسبة 30% لانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود خلال العام المقبل وسط تضخم قياسي مرتفع وخلفية ضعيفة للاقتصاد الكلي يغذيها الغزو الروسي لأوكرانيا. تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الأربعاء وسط مسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض تكاليف الوقود المرتفعة. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.94% لتصل إلى $105.55 للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.30% لتصل إلى $110.84 للبرميل. ومن المتوقع أن يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعليق مؤقت للضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت للجالون على البنزين للتخفيف من تكلفة البنزين المرتفعة. وهذه انتقالة سريعة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.